لو غاوي تتفرج على ماتشات وبتشجع فريق معين، مفيش احسن من انك تتفرج على الماتش وسط الجمهور جوه الاستاد. بس الموضوع مش سهل خالص، دوخه ولف ودوران عشان تعرف منافس بيع التذاكر، ولو عرفت لازم تصحى من النجمه وتفضل واقف في طابور طويل وانت وحظك بقى، يا تلاقي تذكره يا اما تلاقيها خلصت وبتتباع في السوق السوداء. ولو عديت كل ده يوم الماتش لازم تيجي قبل الماتش بثلاث ساعات على الاقل وتقف في زحمه وتفتيش. اوعى تزهق، اوعى تبطل تشجع فرقتك، لان شجع حلت لك المشكله. ازاي؟ شجع هي منظومه متكامله لاداره عمليه دخول المشجعين لاماكن المباريات بشكل سلس ومريح وامن لجميع الاطراف. يعني لما تحب تحضر ماتش، كل اللي عليك انك تسجل نفسك كمشجع من خلال موقع شجع مصر، وتحصل على الكارت اللي هيجيلك لحد البيت ويضمن لك انك تلاقي تذكره للماتش وتروح وتتفرج وتشجع من غير اي مشاكل. والكارت هيخليك تقدر تشتري التذكره اونلاين او من اقرب منفذ بيع. وانت رايح الاستاد لازم يكون معاك كارت شجع في جيبك، اوعى تنساه. لما تمر من اول بوابه الكترونيه، البوابه تلقائيا هتتاكد من انك حامل كارت شجع ولا لا، ولو نورت اخضر هتعدي. اما بقى لو زمرت ونورت احمر، يبقى انت مش مشجع او نسيت الكارت، وفي الحاله دي مش هتدخل. بعد كده هتعدي من بوابه الكترونيه تانية اللي بدورها هتتاكد ان الكارت اللي في جيبك ده بتاعك ولا لا. البوابه تقدر تحدد ملامح وشك عن طريق كاميرات وسنسرز، وتقارنها بصورتك المسجله في قاعده البيانات الخاصه بشجع مصر. كل ده في ثواني اثناء مرورك من البوابه، يعني لو الكارت اللي معاك مش بتاعك مش هتدخل. وبكده نكون قاضين على مشكله السوق السوداء والهرج والمرج اللي بيحصل اثناء دخول كل مباراه، ونساعد الامن في اداء واجبه، لان في الحاله دي دور الامن هيقتصر على وجود افراد الشرطه خارج الاستاد لتامين عمليه الدخول فقط. اما داخل الاستاد هيكون رصد حركه جميع المشجعين الكترونيا ومعرفه بياناتهم واماكن تواجدهم عند حدوث اي مشكله عن طريق الشريحه الذكيه داخل كل كارت. شجع اسهل واسرع طريقه لحضور المباريات. شجع هترجع الكوره لمشجعي الكوره.